ده في حوار بقى، تليفونات وانت فين، ودلوقتي سلمى ما تعرفش ان احنا مع بعض. في ايه؟ عامل لك ايه؟ ما انا مش عارفه اتلم عليك، يا اما في الشغل يا اما سلمى معاك. ما هو يا نادين طبيعي، يا اما هبقى في الشغل يا اما هبقى مع سلمى. خير؟ متخانقه مع اياد وعايزاني اصالحكوا على بعض؟ موضوع ما يخصنيش ولا انا ولا اياد. امال يخص مين؟ هو انت تعرف واحده على سلمى؟ نعم. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ وجبت الكلام ده منين؟ كريم، انا مش بكلمك بصفتي صاحبه سلمى، انا بكلم كريم صاحبي اللي اعرفه كويس واللي ما احبش ان صوته تتهز قدام مراته. بلاش يا كريم، بلاش، اوقف المهزله دي، خايفه عليك. متضطرنيش اقول لسلمى. تقولي لسلمى انت عايزه تجيبي لي مصيبه؟ الله، ايه الهرتله اللي انت بتهرتليها دي؟ ولما هي هرتله متعصب قوي كده ليه؟ امال عايزه تقولي لي الكلام دوت واخدك بالحضن يا نادين؟ في ايه؟ انت عايزه ايه؟ انا مش عايزه حاجه، انا خايفه عليك وبنبهك. ما هو زي ما انا خدت بالي في احتمال سلمى تاخد بالها، او انا اخليها تاخد بالها. ده تهديد؟ خالص، اعتبرها نصيحه ان حد بيحب بيخاف عليك. طيب نادين، سلمى مراتي وانا بحبها قوي، واستحاله في حياتي افكر اعمل حاجه قذره زي دي واجرحها، فيا ريت تشيلي الاوهام دي من دماغك وما تتكلميش فيها. ماشي، موافقه، بس خد بالك ان انا مش هعرف اسكت كتير.